حدث فجر اليوم زلزال بلغت قوته 6.2 درجة ريختر، حصل في وسط إيطاليا للأسف، أدى إلى انهيار بعض المباني وأودى بحياة أكثر من الحماية المدنية. طبعا كان في تصريح من قبل الرئاسة المصرية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلاله عن خالص التعازي لقيادة وحكومة وشعب إيطاليا في ضحايا زلزال، وأكد تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب دولة إيطاليا الصديقة في مثل هذه الظروف الصعبة.